الرئيس السيسي يوجه بتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال بما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمحاور بالإسكندرية. من كييف، غوتيريش يدعو موسكو إلى قبول التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع لاكتو مصر لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامعة وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر لصناعة ألبان الأطفال. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي، وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع لاكتو مصر لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة. وقد تم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة لاكتو مصر والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، وأكد جبالي في البرقية أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وهم حملة مشاعر للعمل والتعمير والإنتاج، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل في الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها بترفعه عن إثارة الغبار على الماضي وبنظرته إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة. كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس السيسي وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير. وبذات المناسبة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. في البرقية أعرب مدبولي عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال الذين يواصلون العمل ليلا ونهار لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة. وبهذه المناسبة جدد رئيس الوزراء العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على بذل الحكومة للمزيد من الجهد والعطاء كي تتمكن مصرنا الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنموية.
في إطار العلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين، جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. وخلال الاتصال هنأ مدبولي ولي عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة. كما شهد الاتصال استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية ومقترحات تعزيزها، وأثنى الجانبان على ما تشهده العلاقة الثنائية بين مصر والبحرين من تطور. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية في قطاع الطرق والمحاور المرورية، فضلا عن أعمال تطوير المناطق غير المخططة والمشروعات السكنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة تنفيذ مشروعات بالإسكندرية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية التي يتم تنفيذها بهدف تيسير الحركة المرورية وبهدف فتح محاور جديدة للتنمية. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية في هذه المرحلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، حيث أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة أعمال التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية والبنك المركزي بهدف تيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة. وخلال الاجتماع عرض مسؤولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من مدخلات الإنتاج والتحديات التي تواجههم ومقترحاتهم في هذا الشأن. افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تجمع الشيخ خالد التنموي الجديد بمدينة النخل بمحافظة شمال سيناء. وأوضح المتحدث العسكري أن المشروع يشتمل على إنشاء 25 منزلا بدويا متكاملا ومجهزا بكافة المتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية من محطة مياه وصرف صحي وعدد من المرافق والخدمات العامة. وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء شبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع المصري وتعزيز القدرات المصرية في شتى المجالات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكرية عددا من الزيارات لطلائع مصر، من طلبات الجامعات والمدارس والوزارات إلى عدد من الوحدات العسكرية خلال شهر أبريل. وصرح المتحدث العسكري أنه تم تطوير المحتوى الدراسي وطريقة التدريس لمادة التربية العسكرية بما يتناسب مع المستوى العلمي والمعرفي للطلبة، من خلال تدريس موضوعات التوعية القومية والتاريخ العسكري، بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والافتتاحات الرئاسية المستمرة لتنمية روح الولاء والانتماء لدى رجال وقادة المستقبل. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر للاحتفال بتلك المناسبة ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال.
وصرح المتحدث العسكري بأن الحفل بدأ بمشاهدة فيلم تسجيلي عن قاعدة محمد نجيب العسكرية للتعرف على الإمكانات التي تظهر بها القاعدة ومدى التطور الهائل الذي حدث بها. أعقب ذلك زيارة لمتحف اللواء أركان حرب محمد نجيب للاطلاع على تاريخ نشأة القاعدة وعلى مراحل تطورها. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لوزير القوى العاملة محمد سعفان بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، كما أرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبال المراغي بمناسبة عيد العمال، هنأ فيها عمال مصر المخلصين بأصدق التهاني، مؤكدا على تقدير الدور الوطني لعمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة المجالات. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وفي إطار حرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع، قامت الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين على الطرق السريعة وداخل المحافظات ومحطات مترو الأنفاق والسكة الحديدية. في الوقت الذي يتسابق فيه الجميع نحو اللحاق بموعد الإفطار في منازلهم، تقف الخدمات والارتكازات الأمنية مستعدة للتصدي لأي خروج عن القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، لكنها في الوقت ذاته تؤدي دورا إنسانيا واجتماعيا بالمساهمة في توزيع وجبات إفطار على الصائمين والعمالة التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الشارع أثناء الإفطار، وتأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد معك في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وعيد علينا وعليكم بخير بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري وعلى الجيش المصري وعلى الشرطة وعلى رئيس الجمهورية. ربنا يخلي شعب مصر ورئيس السيسي والشرطة في خدمة الشعب دايما يا رب. إن شاء الله إحنا كلنا مبسوطين إن داخلية متواجدة معانا في كل مناطق البلد وأمان، وإحنا بندعي لهم دايما إن ربنا يحميهم. ربنا يقويكم يا رب ويعينكم، ودايما كده بتعملوا حاجات تفرح الناس كده، ويا رب دايما كل سنة طيبين. رمضان مبارك. بصراحة هي لفتة لطيفة جدا جدا يعني منكم اللي أنتوا تعملوها، ودي يعني هي دي الشرطة المصرية يعني. مع تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة لتأمين المسافرين، تقوم بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين من مرتاد تلك الطرق، فهذا جزء إنساني واجتماعي من الرسالة الأمنية التي يؤديها رجال الشرطة. طبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الناس كلها ان شاء الله باذن الله، وكل جاي خير ان شاء الله مصر باذن الله، جاي خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ورب دايما مصر دايما بخير. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. وداخل محطات مترو الانفاق والسكه الحديد وبالتوازي مع عمليات تامين هذين المرفقين الحيويين، يتم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين. شكراً على الهدية الحلوة دي، كل سنة ودايماً كده محبتنا زايدة ومحدش يقدر يفاجئنا عن بعض. شكراً والله، شكراً بجد، ربنا يخليكم لمصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرق، ونبقى جنبك للنهايه. مبادره توزيع وجبات افطار على الصائمين تاتي في اطار الدور الانساني والاجتماعي لوزاره الداخليه في تحقيق التواصل مع كافه فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بكافه المناسبات. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة هذا العام حتى يوم 6 مايو المقبل، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية. هذا وقد لاقت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتسهيل تلقي الطلبات استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي في التيسير عليهم وتوفير الوقت. وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 335 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 232 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 24 طن سلع غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 15 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 180 طن سلع غذائية وغير غذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 485 قضية، من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن، فضلا عن 74 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعا عاجلا للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية التي تم مدها حتى نهاية عام 2022 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح التحالف أنه تم تقديم دعم إلى 8 ملايين أسرة بقيمة بلغت 2 ملياري جنيه، ركزت في مجملها على تقديم كل أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئة الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تقسيم الجهود في الشهور الثمانية القادمة على 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف في 5 مايو المقبل. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب في القرن 21 عبثية وغير مقبولة. تصريح غوتيريش جاء خلال وصوله إلى ضواحي كييف، حيث يقوم بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك. وخلال زيارة أخرى إلى بوتشا في كييف، دعا غوتيريش موسكو إلى قبول التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أوكرانيا. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ إن فنلندا والسويد ستتمكنان من الانضمام بسرعة للحلف إذا قررتا طلب العضوية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك لأمين عام حلف الناتو ورئيسة البرلمان الأوروبي، أضاف ستولتنبرغ أن انضمام السويد وفنلندا سيزيد من قوة الحلف. والجدير بالذكر أن لروسيا حدودا طولها 1300 كيلومترا مع فنلندا، وسبق وأن هددت موسكو بنشر أسلحة نووية وصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت في كالينينغراد حال انضمت السويد وفنلندا للناتو.
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر مكلف، لكن واشنطن لا يمكنها أن تقف على الحياد في مواجهة ما تقوم به موسكو في كييف. وقال بايدن إن الولايات المتحدة لا تهاجم روسيا، وإنما تساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من العدوان الروسي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد. على الأرض، أفاد شهود أعيان من رويترز بسماع دوي انفجارين قويين في العاصمة الأوكرانية كييف. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها قصفت 4 أهداف عسكرية أوكرانية خلال الليل. وأسفر الهجوم بحسب بيان للدفاع الأوكراني عن تدمير مخزنين للصواريخ والذخيرة شرقي البلاد، وأضافت أن القوات الروسية أسقطت أيضا طائرة أوكرانية من تراز 24 قرب لوهانسك. أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تقود تحركا يضم 108 دول بالأمم المتحدة لتمويل جهود بناء السلام. وذكرت الوزارة أن مصر ألقت في هذا الصدد بيانا مشتركا عبر الإقليمي نيابة عن 108 دولة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى حول تمويل بناء السلام. وفي البيان المشترك، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير أسامة عبد الخالق على أهمية توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لدعم أنشطة بناء السلام في الدول المتأثرة بالنزاعات وبضرورة إيجاد حل شامل لتحدي التمويل. كما دعا مندوب مصر إلى خروج الاجتماع بنتائج عملية محددة في صورة قرار يصدر عن الجمعية العامة. أعلن التحالف العربي أنه سيتم الإفراج عن 163 من أسرى قوات الحوثي الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية بمبادرة إنسانية من المملكة. وأضاف التحالف أن ذلك يأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية. هنأ رئيس الطائفة الإنجليزية الدكتور القس أندريا زكي ووفد من قيادات الطائفة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعيد الفطر المبارك. من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن اعتزازه بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريا زكي، موضحا أن لقاءتهما عنوانها لقاء السلام الإسلامي بالمحبة المسيحية. وقع وزير البترول طارق الملا ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة بروتوكول التعاون لتحويل السيارات في مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وذلك في إطار دعم جهود استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. وأشار الملا إلى إقامة 5 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وأنه جاري تنفيذ 3 محطات
محطة جديدة للتموين بالغاز، كما أشار لتوفير محطة غاز متنقلة خلال فترة المؤتمر لزيادات المساهمة في سهولة التموين بالغاز الطبيعي كوقود. ويتضمن البروتوكول تقديم الشركات منحة قيمتها 5 ملايين جنيه كدعم لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز. انتعش أداء البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات في ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بحالة التفاؤل التي سادت بين أوساط السوق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة العمل على تنشيط البورصة وبطرح المزيد من الشركات الحكومية، ما أدى إلى زيادة جاذبية البورصة وارتفاع القوى الشرائية خلال التعاملات. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 17.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 715.1 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة بلغت 3.7%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 2.74%، شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2.87%. التقت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي أكسل فان تراستنبرغ وعددا من قيادات البنك، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022 في العاصمة الأمريكية واشنطن. شهد اللقاء مباحثات حول المشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع البنك الدولي في إطار جهود التعاون الإنمائي والشركات المستقبلية، ومناقشة دور البنك خلال الفترة المقبلة في تعزيز رؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الدولي 5.9 مليارات دولار، وتضم 16 مشروعا في قطاعات مختلفة. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في منتدى القيادة الوزارية بجامعة هارفارد المنعقدة ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. ينعقد المنتدى في الفترة من 24 إلى 27 من إبريل الجاري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وخلال حلقة نقاشية حول التحديات التي تقابل وزراء الاقتصاد في ظل الأزمات غير المسبوقة التي تواجه الحكومات، استعرضت وزيرة التخطيط ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وأشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030. تفقد وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان عددا من حقول محصول القمح بمركزي قها وبنها. وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأشار وزير الزراعة إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 3.65 مليون فدان بزيادة عن الأعوام السابقة بنحو 250 ألف فدان. عندنا مشروعات كتيرة إن شاء الله يعني هتؤدي في السنوات القادمة إلى دخول مساحات كبيرة من الأراضي حيز الزراعة، مساحات كبيرة تستخدم للمحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة وخلافه. إن شاء الله خطوة كبيرة على طريق تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد. محصول القمح مبشر بالخير من حوالينا سواء من ورانا أو قدامنا. الحقيقة تم طبعا إجراءات عديد من الإجراءات السابقة استعدادا لموسم الحصاد، منها اجتماعات مهمة طبعا كان بالتنسيق مع معالي وزير الزراعة بالسادة المزارعين بالجامعات الزراعية لحثهم على توريد أكبر نسبة إن شاء الله من القمح.
بدأت الصوامع والشوان بمحافظة أسوان في استقبال وتخزين القمح، حيث من المتوقع أن يتم تسلم 166 ألف طن من المزارعين والموردين على مستوى المحافظة. احنا حاليا موجودين في صومعة أسوان تبع لقطاع مطاحن مصر العليا، وهي عندنا في أسوان مكانين بنخزن فيهم بنستلم فيهم، صومعة مصر العليا وصومعة الشركة القابضة للسلع. هنا النهاردة احنا عندنا في الساعة التخزينية عندنا في المطحن، بدأنا في قمح جاي من وادي النقرة وجاي من بره بيتسلم للصامع، جاي زي ما سيادتك شايف في شكاير بلاستيكية. اللجنة كلها موجودة بالكامل لفحص والتأكد من درجات النقاوة. الحمد لله موسم مبشر بالخير، نطمن السادة المواطنين ان احنا هنا في محافظة أسوان جميع الأجهزة التنفيذية بتعمل ليل ونهار من أجل نجاح موسم القمح. في تسهيلات في السداد، بمجرد ما يكون المورد ورد لنا الغلة بتاعته ثاني يوم أو ثالث يوم بكثير بيكون الشيك بتاعه موجود، لو هو عنده حساب بنكي بيتحول في نفس يوم أو ثاني يوم، ما بيتأخرش عن كده. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعلى عدد من العواصم العربية وأيضا العالمية. Thank you.
وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال بما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمحاور بالإسكندرية. من كييف، غوتيريش يدعو موسكو إلى قبول التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. ختم نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة معكم مع شفقي المنيري. مساء الخير. مساء الخير يا دينا. مساء الخير يا نهى. مساء الخير. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. يعني عيد سعيد، يمكن ما لحقش اشوفكم قبل العيد. كل سنه وانتم طيبين. بتمنى لكم دايما التوفيق ولكل صناع نشره التاسعه التالق دايما باسم التلفزيون المصري. شكرا ليكي شفقي، ان شاء الله حلقه مميزه معاكي باذن الله. شكرا ليكي. شكرا ليكي جدا. اشكرك. اشكرك نهى. اشكرك دينا. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدا معكم الان برنامج التاسعه. تفضلوا.